طول عمرنا يعني بنشوف وبنعرف رأي النجوم الكلاسيكيين في النجوم الشعبيين، يعني اللي هم يعني ايه الفريقين المتضادين. صحيح. يعني هل ممكن نعرف العكس؟ طبعا. انا جايب نموذج شعبان عبد الرحيم. طبعا اشهر فنان طبعا الله من في الفتره اللي فاتت، كان بيقول على الفنان هاني شاكر والفنان محمد ثروت والفنان محمد الحلو ان هم صبيان للفنان علي الحجار. وفي المتن لما بنقرا التفاصيل بنلاقي انه بيقول الوحيد اللي عنده صوت وعنده كاريزما وقوي هو علي الحجار. اما دول لما يجوا يكلموني عن الغنى انا ما بعرفش اغني وهم ما بيعرفوش يغنوا، وهم بالكتير يبقوا صبيان لعلي الحجار. جميل. فالشكل العكس أيوة. للمساله دي. أيوة. للشكل احنا بنشوفه طول الوقت، احنا بنشوف اراء يعني مثلا محمد عبد الوهاب، دي راي تاريخي في احمد عدويه، اذا اختلط الحابل بالنابل بقى احمد عدويه. يعني ده راي المسقر عبد الوهاب. طب هل ممكن الناس تغير رايها يعني مع مرور الوقت؟ طبعا. ويمكن ده النموذج الاكبر. انا ده الاستاذ عبد العظيم رمضان. طبعا الاستاذ عبد العظيم رمضان واحد من الكتاب الكبار، نقدر نقول انه يعني من الجيل التالي للاستاذ هيكل، فحضر زمن كبير جدا، مؤرخ كبير، مؤرخ كبير طبعًا. جدا هو عامل المقال ده اعتذار حقيقي لاحمد عدويه، مش ساخر يعني. مش ساخر خالص. هو فعلا بيقول اعتذر لاحمد، وهو بيعتذر لاحمد عدويه بيقول ان انا ما كنتش اتخيل ان انا احضر شعبان عبد الرحيم، ولما حضرت شعبان عبد الرحيم كنت متخيل ده اخر حاجه ممكن احضرها، فاكتشفت ان الراجل ده كويس بالنسبه لنجله والحصان. هو كان ده في بدايه الالفينات. نجله والحصان، فاكر انا الاغنيه. صحيح. وبيقول انه الحقيقه انا ما اعرفش انه كنا هنوصل لفكره نجله دي، فارجع اشوف انه شعبان عبد الرحيم قامه كبيره، وان احمد عدويه لازم اكتب مقال اعتذار، لان انا من اللي هاجمه عدويه لما طلع. دي ناس اللي غيرت رايها. يعني هو اول ما طلع احمد عدويه كان الاذاعه المصريه كانت منعاه لمده 30 سنه. احمد عدويه فضل ممنوع 30 سنه من الاذاعه. وبعدين سمحوا له. بالظبط. انه لدرجه حتى الناس ساعتها قالوا خلاص هنسمع كركشانج ده بحكبشه في الاذاعه. وده نموذج برضه لفكره تغيير وجهات نظر.